تعازي الحارة لجلالة الملك الله ينصره وجميع المغاربة، والله يرحمهم والله يصبر العائلات ديال الضحايا، وكذلك الله يصبر جميع المغاربة، لأن كلنا تقصنا، وكلنا يعني شوفوا التضامن اللي كاين، وهاد الجو اللي عشناه جو حزين، ولكن هاد التضامن اللي شفناه في بلادنا عطى واحد الدرس للعالم. وهذا بغينا نهنيو جلالة الملك الله ينصرو، نهنيو راسنا، لأننا بينا على قدرتنا باش نواجهوا التحديات. هذا داز عندنا الكوفيد وداز عندنا، ولكن اليوم عرفنا قيمة الدولة المغربية، المملكة المغربية، علاش قادرة في التحديات اللي كاينة اليوم. كيف ما تكلمتي عليها مدام كوميمي، اولا درنا واحد المذكرة ديال الوزارة، وبتشاور مع جميع الرؤساء الجامعات، لان عملنا واحد اجتماع ديال رؤساء الجامعات نهار الحد من بعد الزلزال، واتفقنا باش هذه المذكرة تكون مذكرة شمولية، واللي اولا مرونا في اجل ديال التسجيل والتقديم ديال جميع التسهيلات للشابات والشباب اللي منحدرين من هاد النواحي، وبالخصوص جامعه بنوزور وجامعه القاضي عياد. ولكن احنا عارفين بان عندنا طلبه اللي كيمشيو لجامعات اخرى، على الاقل في الاستقطاب المحدود. وثانيا هي تاجيل المباريات، كيتعرفوا بان هاد المباريات ديال الماستر والمباريات ديال الدكتوراه، وكذلك المباريات ديال التوظيف، لا بالنسبه للاداريين ولا بالنسبه للاساتذه الباحثين. دونك طلبنا باش ناجلوا باسبوع، ويعني وتفاهمنا مع الجامعات اللي كان عندها المشاكل الكبيره، وهي جامعه بنوزور وجامعه مراكش، باش يشوفوا الوضع ديالهم كيفاش غادي يكون، ويتجاوبوا معه. كذلك اعطينا الاسبقيه للطلبه المنحدرين من هذه المناطق المتضرره للاستفاده من الخدمات، يعني الخدمات ديال الايواء ولا ديال المطاعم. هذا كاين واحد تنسيق مع لونوسك، بغيت نشكر السيد المدير لانه متبعو يوميا وشاف فعيل المكان، باش من جهه يتعاون مع الطالبات والطلبه، ولكن من جهه اخرى باش لونوسك تعاون على الصعيد الجهوي، كيفاش نضمنوا لا من الأسرة ولا من الإيواء، باش نواكبوا هاد الظرفية اللي صعيبة. وكذلك تعبئة فروق البيداغوجية والإدارية، باش نحدوا واحد الخلايا ديال التضامن، خلايا ديال التتبع. بغيت نشكر جميع الأساتذة الباحثين والإداريين والتقنيين في جميع الجامعات، تنظن بأن هذه ظرفية صعيبة، وكل يعني كل طاقم لا ديال الجامعة ولا ديال الوزارة ولا جميع المدارس، لأنكم كتشوفوا هاد الشباب ديالنا الطالبات والطلبة كيفاش تجندوا وكيفاش عملوا في هاد الظروف. وكاين الآن اللي مازالين في عين المكان، اللي مازالين كيتعاونوا لا في لي كلوب ديالهم ولا في لي زاسوسياسيون، وهذا طلبنا من جميع الجامعات باش تكون واحد المرونة في التعامل مع هاد الظرفية هذه. وكذلك توفير الدعم النفسي، كتعرفوا بان بحال هاد الفاجعات الدعم النفسي خصو يدار في الاسبوع الاول، الا تعطلنا تنظن بان الدعم النفسي ما غاديش يكون عنده اثر كبير، خصنا ندعموه من هنا. وبغيت نشكر جميع الجمعيات وجميع الكليات المغربيه اللي انخرطات ومشات لعين المكان باش تحاول تخفف من هاد المشاكل هذه. هذا هو التصورات، ولكن العمل راه مازال غادي. احنا عارفين بان كاين بعض المرات طالبات وطلبه ما بقاش عندهم التليفون ديالهم، ما بقاش التواصل شويه كيكون صعيب، ولكن اللي طلبنا من جميع الجامعات هو نتعاملوا معهم بواحد السهوله واحد المرونه، اللي احنا عارفين الظرفيه اللي تتكون صعيبه، اللي عندهم ضحايا في العائلات ديالهم نحاولوا نساعدوهم، يا في المنح يا في الايواء يا في التسجيل،
واخا يكونوا المباريات دازو غادي نتعاملوا معهم مرونة باللي غنعرفوا بان كاين عندهم ضحايا في عائلات ديالهم. دونك هذا هو هادو هما المعطيات بالنسبه للمواكبه ديال هاد الفاجعه. غادي ندخل دابا الدخول الجامعي. كتعرفوا بان البلاغ ديال الديوان الملكي سيدنا كيطلب منا باش البلاد ديالنا الا بغينا نتفكروا هاد الضحايا خصنا كيف ما كيتوفى لينا شي واحد في العائله ديالنا كنتمناو هما اللي كيتمناو الضحايا كيتمناو بان ولادهم وبناتهم يعيشوا في احسن الظروف. وتنظن بلادنا خصها توقف على رجليها وخصنا نكملوا لا الاقتصاد ولا المجتمعات ديالنا خصهم يعملوا وخصنا نكونوا في حسن الظن ديال الناس المساكين اللي مشاو ضحايا. وكتعرفوا الاهميه الكبيره ديال الرأسمال البشري. الحياه راها غاديه وخصنا ما ننساوش الضحايا ولكن خص بلادنا يعني تواجه التحديات اللي كاينه. واجهناها في واحد ظروف صعيبه ولكن الحمد لله بالراي العام الدولي والعالمي كيشهد بان واجهناها بجديه ولكن مازال العمل كما كتعرفوا هذا الشيء كيقدر يتطلب سنين. ولكن الجيل اللي في الجامعه والجيل اللي في المدرسه خصنا نتكلفوا به لان هنا فين كاين الرأسمال البشري وهنا فين غادي نعملوا العمل ديالنا. كل واحد بلاصتو يعمل العمل ديالو باش نتحداو هاد المشاكل. اولا الارقام تقريبا 340 الف حاصل على البكالوريا وفي الجامعات المغربيه بالنسبه للمرتقب هي 343 الف اكثر من البكالوريات اللي كاينين. تعرفوا بان كاينين البكالوريات اللي قدام ودابا كيطلبوا باش يجيو يقراو. عندنا 313 الف طالب جديد مسجل بالجامعه المغربيه زائد 6.1%. يقدر يطلع شويه يقدر ينزل شويه لان كتعرفوا بان كاين لي بري انسكريبسيون كاين لي انسكريبسيون. وكاين 18% اللي زايده في المؤسسات ديال تكوين الاطر. المؤسسات ديال تكوين الاطر هي المؤسسات اللي تابعه للوزارات بحال ليافي بحال لي مين بحال لينسياب. كما كتعرفوا بعد المؤسسات بحال هذا الشكل. و 10.6% زياده بالنسبه للتعليم العالي الخاص. بالنسبه للمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود 56000 واحد الزياده ديال 44%. انا غادي نجي علاش هاد الزياده الكبيره. و 256000 المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح اللي كاينه واحد الزياده 0.2 ماشي شي زياده كبيره بحال السنه الفارطه. العدد الاجمالي ديال الطلبه المغاربه في التعليم العالي ككل هي 1,300,000 طالبه وطالب واحد الزياده تقريبا ديال 7%. منهم بالنسبه ل 1,164,000 طالبه وطالب بالجامعات العموميه ومنهم 75,800 من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي و 61,000 ديال المؤسسات تكوين الأطر. كتشوفوا الأرقام 15% 8% اللي زايدة و 6.3%. بالنسبة للاستقطاب المفتوح تقريبا 986 قولوا مليون طالبة وطالب اللي كاين الارتفاع ب 4.8%. والولوج المحدود 177,000 بزياده ديال 15%. بالنسبه للارتفاع ديال الولوج المحدود في الاغلب ديالو هو كاين اولا في البرنامج ديال تكوين الاساتذه ديال الابتدائي والثانوي اللي كيف عرفتوا السنه الماضيه كانت عندنا 9000 اللي دخلنا وهذا العام 18,000. غير باش نعطيكم واحد الرؤية عندنا تقريبا أكثر من 120,000 يعني طالبة وطالب اللي بغاو يدخلوا لي زيكول لي زينيس لي زيزيف. دونك تقريبا
كل مقعد بستة طلبات. هنا في هذه الأيام هذه راكينين المباريات باش ناخدو تقريبا 20,000 من بين هاد 120,000. كاين واحد الطلب كبير لأنه ولات واحد الجاذبية باش الطالبات والطلبة يديروا الإجازة ديالهم باش يوليو أساتذة الابتدائي والثانوي. والبرنامج الآخر هو تكوين ديال المهندسين والأطور الإدارية والتقنية، وكذلك بالنسبة للطب اللي حتى هي غادي نعطي الأرقام حتى هي عنده واحد الجاذبية كبيرة، وهذه معروفة من السنين الأخيرة. ولكن عملنا واحد برنامج كي كتعرفوا برنامج ديال الحكومة باش ندوبلوا هذا العدد ديال الأطباء عندنا في البلاد ديالنا. العدد المرتقب بالنسبة للاتفاقيات الموقعة وقطاع التربية والصحة بالخصوص، بالنسبة لمهنة الصحة غادي تولي عندنا العدد المرتقب للطلبة الجدد في هذه السنة هذه 8,300 تقريبا طالبة وطالب، 36% اللي زايدة. بالنسبة لطب الأسنان 64%، بالنسبة للصيدلة 86%، والطب 25%. الأرقام ديال 86 وديال 64 هي في حقيقة ناتجة لأن كانوا عندنا جوج الكليات ديال طب الأسنان، ودابا غادي يوليو عندنا خمسة. وكذلك بالنسبة للصيدلة اللي كانوا عندنا ثلاثة، ودابا غادي يوليو عندنا ستة. إذا هذه الأرقام هذه تتخلينا نتفائلوا بالنسبة للبرنامج ديالنا ديال الصحة وديال بالخصوص التغطية الصحية اللي بتوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو، باش من هنا 2026 يكون عندنا العدد مضاعف، وربما غادي نفوتوا هذا الضعف. باش نعطيكم واحد الرؤية أيضا اللي خصكم تعرفوا، وتقريبا 3,000 طبيب وطبيبة وصيدلي وصيدلية اللي تيجيونا اللي تنعطيهم الإكيفالونس ديالهم، تنعطيهم المعادلة كل عام. هادو كيجيونا من أوكرانيا، كيجيو من روسيا، كيجيو من رومانيا. عندنا هاد التحدي اللي خصنا نجاوبوا معاه، كيفاش نكونوا صيدليين وأطباء ديال الأسنان وأطباء في بلادنا. وهذا هو الشبكة اللي بغينا نديروا على صعيد أفريقيا، باش نشجعوا أولا الطب العمومي والكليات العمومية، ولكن نشجعوا الكليات الخاصة عوض ما يمشيو الشباب ديالنا للدول الأخرى. راكم شفتوا اللي عشنا في الظرفية الأخيرة، اللي عشنا في هادشي ديال أوكرانيا، خصنا نحاولوا كيفاش نتفاداوه باش نتعاونوا جميع، لا العمومي ولا الخاص، باش نواجهوا هاد التحديات هادي. 3,000 اللي كنعطيوها ليزيكيفالونس كل عام، إذا خصنا نواجهوها وخصنا نكونوا الشباب ديالنا، على الأقل التكوين ديالنا كنعرفوه وكنتحكموا فيه. هذا هو علاش حاولنا نجاوبوا مع هاد الطلب المتزايد. بالنسبة للأساتذة ديال التكوين ديال السلك الابتدائي والثانوي، كيف كتشوفوا تقريبا 20,000 19,000 طالبة وطالب و15 المسلك، والمسجلين الجدد راه عندكم الأرقام كلها. بالنسبة لهاد تقريبا 100% بالنسبة للسنة اللي زادت، وغادي نبقاو على هاد العدد حتى 2026. في الحقيقة درنا برنامج حتى 2030، ولكن بالنسبة للحكومة ديالنا حتى 2026 غادي نكملوا هذا المسار، باش يكون عندنا واحد الجيل. كتعرفوا بأن 300,000 اللي كاينة في التعليم المدرسي، إلى دخلنا، لأن كاين بزاف اللي غادي يمشيو للتقاعد، غنحاولوا نعوضوهم بشباب اللي من البكالوريا وهو كيدرس باش يولي معلم، باش يولي أستاذ، لأن هذا هو المنطق. وقد ما كانت التربية الوطنية، قد ما كانت المدرسة ناجحة، قد ما غادي يكون التعليم العالي ناجح، لأن كتعرفوا بأن الشباب اللي كيجينا من البكالوريا إلا كان مكون أحسن تكوين تسهل عندنا المأمورية بالنسبة للتعليم العالي.
بالنسبه للطاقه الاستيعابيه، رانا تكلمت عليها الاستيعابيه اليوم اللي درت هنايا هي 18000 تقريبا 20000 مقعد، بالاغلبيه في ثلاثه الجامعات، ولكن مازال ما كملناش الجرد ديال المقاعد اللي راهم في طور التنجيز الانجاز اللي غادي يكونوا في هاد الشهرين المقبله ان شاء الله. 20000 مقعد اليوم اللي داخلين فيه واللي تيدخلوا فيه جميع الطالبات والطلبه في الجامعات المغربيه. الدخول الجامعي اللي كتعرفوا كنا تكلمنا على الاصلاح، واخا حتى الكلمه ديال الاصلاح ما بقاتش كتليق بيا، لان اليوم في جميع الجامعات الدوليه الاصلاح ولا داخل في المسار المهني، لان خصنا نبدلو كل، ما نقولش كل سنه، ولكن تقريبا كل اسدوس، لان هاد التحولات وهاد التحديات اللي كاينه اليوم، غادي نتكلم غير على الذكاء الاصطناعي، ولكن راكم كتشوفوا في جميع الميادين. اولا حاولنا باش نجاوبوا مع هاد التعديل ديال البيداغوجي، اولا التعلمات الافقيه، هادشي كله درناه في البرامج لهاد الدخول الحالي بالبيداغوجيه المبتكره، وهو النمط ديال التدريس حضوري وبالتناوب. هادشي ما كانش عندنا في المرسوم اللي كيحدد الاجازه بالنسبه للتعليم العالي، دونك كيف ربما لا تبعتوه في الصيف اللي داز، كاع هاد المراسيم كلها دوزناها باش يكون عندنا دفتر الضوابط البيداغوجيه يكون كامل، وتكون الاحترام ديال القوانين البيداغوجيه اللي كاينه في التعليم العالي في البلاد ديالنا. كذلك نظام الارصده القياسيه، لاول مره في تاريخ الجامعه المغربيه اللي عندنا هذه الارصده القياسيه اللي كنسميوها لي كريدي او سي تي اس، اللي غادي يخليو الطالبات والطلبه يقدروا يديروا يعاودوا في التوجيه ديالهم. الشابه ولا شاب اللي دار اسدوس ولا دار عام في الجامعه وفهم بان ماشي هذا هو المسار اللي بغى، غادي يحول يعاود يتوجه، ولكن غادي يدي معاه هذوك الارصده القياسيه اللي عنده، هذوك لي كريدي او سي تي اس اللي غادي يديهم معاه، بحال في المثال الا كانت عنده اللغه غادي يدي معاه هذيك الوحدات ديال اللغه، الوحدات ديال التكوينات الافقيه، وكذلك الوحدات الا كان غادي يتحول من الماتيماتيك يمشي للفيزيك غادي يدي معاه الماتيماتيك لان محتاجه حتى هي في الفيزيك، وكذلك بالنسبه للتاريخ والجغرافيا، لان الجذوع المشتركه اليوم ولات جذوع مشتركه اللي ماشي هي متخصصه من الاسدس الاول، هي ما حد الشباب كيطلع في التدريس ديالو وهو كيتخصص، اذا غادي يدي معاه باش ما يضيعش له، ما تضيعش له السنه، وعلى الاقل يخرج بشي حاجه، لانهم كتعرفوا اليوم بان كاين الشباب اللي كيجي للجامعه وهذا الهضر الجامعي الاغلبيه ديالهم كيغادروا الجامعه حتى شي حاجه، لان ما عندناش هذه الارصده القياسيه، وهذا هو لو ال ام دي اللي كنتو كتسمعوا به من قبل، هو التطبيق ديالو بحال جميع الدول الاوروبيه والامريكيه. ولاول مره كذلك غادي نعطيو ملحق بالنسبه للدبلوم شباب اللي ربما نخرطوا هذه الوضعيه اللي كاينه اليوم، نخرطوا مع جمعيات ولا نخرطوا في المسرح ولا نخرطوا في الموسيقى، غادي الفروق البيداغوجيه غادي تعطيهم اولا رصيد قياسي كريدي، وكذلك غادي تبان عندهم في الدبلوم ديالهم بان راه عنده الدبلوم ولكن راه عنده واحد المسار ديال الملحق بالنسبه للدبلوم. كذلك غادي نرجع لها من بعد المسارات ديال التمييز، كاين تغيير كبير بالنسبه للجامعه المغربيه وبالخصوص الاستقطاب المفتوح اللي اليوم عطينا الاهميه الكبيره، هذا المليون ديال الشباب اللي كاين عندنا اليوم، ولكن هذا الاصلاح تيخص غير هذا 256000 اللي تكلمت عليها في الاول، هاد الجداد والاخرين يا اما كانوا راسبين نعطيوهم فرصه باش يدخلوا المسار الجديد، واما يكملوا المسار ديالهم بالنسبه اللي فين كانوا. وكذلك الانشطه الموازيه اللي غادي تولي داخله في هاد السياق،
اللي تاهي غادي تولي محسوبه، وكذلك انخراط المشاريع التربويه بالنسبه لطلبات الاجازه في التربيه. كيف كتعرفوا بان عندهم واحد المنحه، ولكن هذه المنحه هي خصهم يديروا عمل تربوي في المدارس. هذه اللي درناها، بدينا العام اللي فات، وكاين واحد اقبال كبير اليوم على هاد الاجازه. بالنسبه للتفعيل ديال هذا الاصلاح البيداغوجي اللي هو بدينا فيه دابا، كيف ما عرفتوا، ربما كيف ما تبعتوا معنا السنه الماضيه اللي كنا في النقاشات، وكنا في اللي تنوجدوا لهذا الدخول الجامعي. اولا عندنا تقريبا 30% ديال، عندنا 7 الوحدات، جوج منهم في اللغات، وحده في اللغات ووحده في المهارات الذاتيه والكفاءات الافقيه، تنسميوها لي كولتور ارت اي كولتور سكيلز، باش نعطيو يعني هاد التكوينات بالنسبه للتكوين ديال الانسان وديال الشخصيه. وفي هاد الوحده اللي هي من الوحدات ديال المهارات، مهارات القوه ولا المهارات الذاتيه، فيها هادشي علاش كنتكلموا دابا ولاش تكلمتوا قبيله، هاد التضامن وهاد المناعه باش تولي كبيره وكثيره عند الشباب ديالنا. ما عرفتش كيف كنقول لها بالعربيه، لومباتي، وهاد المسائل اللي اليوم ما كنعرفوش نقريوها في المدرج. احنا غادي نعطيوها دروس، ولكن كنعلموها في الانشطه الموازيه، هي فين كيتعلمها الشباب ديالنا، وهي اللي بغينا نقويو منها. لان الشباب ديالنا كيجي على 17 عام 18 عام، وكيخرج على 22 23 ولا 24، واش دار الدكتوراه ديالو ولا خدا غير الماستر. يعني في هاد الترفيه هادي هي فين نكونوا الانسان، باش يكون انسان عنده قوه شخصيه، وتكون عنده يعني جميع المواصفات ديال الشباب مواطن، وكذلك كيعرف مكن وكيعرف يواجه التحديات ملي كتوصل ليه. الملائمه ديال العرض التكويني مع متطلبات النسيج سوسيو اقتصادي، الى تبعتوا معنا درنا اللقاءات الجهويه، درنا 12 لقاء و13 هو ديال مغاربه العالم، واللي طلبنا من جميع الجامعات هي يتجاوبوا مع هاد اللقاءات باش تكونوا تكوينات اللي كتنسجم مع المتطلبات ديال الجهه. وكذلك كاين عمل بالنسبه للوزاره مع جميع المكونات السوسيو اقتصاديه باش نعطيو برامج اللي هي وطنيه وكتجاوب مع المتطلبات ديال سوق الشغل الوطني، منهم بحال مثال هذاك الشيء ديال ديستريبيوسيون لاسيورونس، كاينين اشكال ولا لافورماتيك اللي درنا فيه مسارات من الاس 1 حتى الاس 6، دي ليسونس كاملين، هما في الحقيقه استقطاب محدود، لان كنتجاوبوا مع سوق الشغل على حسب التخصصات، باش جميع الجامعات يشاركوا في هذا التحول. هذا كاين واحد النقطه اللي بغيت ناكد عليها على هذا الاصلاح ككل، وكيف ما كنقولها اللي كانت سهله، وهي عندنا تقريبا اليوم 15% ديال الطالبات والطلبه اللي كاينين في الاستقطاب المحدود، و85% في الاستقطاب المفتوح. والاستقطاب المفتوح هو اللي فيه الراس المال البشري الكبير، لان فيه العدد الكبير، تكلمت على 1,300,000 طالبه وطالب في مجموع ديال التعليم العالي المغربي، ومنهم 1,000,000 تقريبا اللي كاين في الاستقطاب المفتوح. الا بغينا نربحوا الراس مال البشري في بلادنا، وهذا كيأكد عليه صاحب جلاله الله ينصرو، الشباب ديما توجيهات الشباب والراس مال البشري، خصنا نتكلفوا بهذا الاستقطاب المفتوح. هو فين كاين الكنز ديال 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 الراس مال البشري. اللي كانت سهله وهي نتكلفوا باستقطاب محدود ونطلعوه ل 30% باش ما يبقاش في 15%. هذه اللي سهله في كل شيء، سهله سياسيا، سهله اقتصاديا، ولكن ماشي هذا هو التوجه اللي خدينا.
لأن لأول مرة بغينا نواجه المشكل يعني بتحدي ديالو، ولأن قادرين عليها. هي تكلفنا بالاستقطاب المفتوح، وبغينا جميع الشباب تكون عندهم أمل من اللي كيجي الجامعة المغربية. وهذا الهضر ديال 50% بغينا نقصوا منه. وهذا هو علاش هاد الهندسة البيداغوجية تغيرت، فيها اللغات ولات إلزامية، وفيها هاد المهارات وهاد الكفاءات الأفقية اللي هي اللي كتنقص، وبالخصوص الشباب ديالنا اللي أغلبه كيجي من وضع هش وكيجي الجامعة في الاستقطاب المفتوح. وكين بعض المرات غير على صفر نقطة ما كيتقبلش في الانسيجي، ما كيتقبلش في الانسا، ما كيتقبلش في الفاك دو ميدسين، وكيجي الفاك دو دغوا ولا الفاك دو ليتر ولا الفاك دو سيونس، بحال الا راه غير جاي لان ما تقبلش في هذوك جوج الاخرين. بغينا نعطيو الامل. وراكم كتشوفوا بالنسبه للعالم الجامعي في جميع الدول، الكليات ديال الاستقطاب المفتوح اللي كنعرفوها حنا هي الاساس، هي الجامعه، هي اللي خصنا نقويوها، وهي اللي خصنا نرجعوا ليها، اللي كنقول انا نرجعوا ليها الهيبه ديالها. وهذا هو الغرض من هذا الاصلاح الكبير. هذه السنه المقبله غادي نتكلفوا بالاستقطاب المحدود، لان حتى هو خصو مراجعه في التخصصات، مراجعه في النمط ديال التدريس، وبالخصوص حتى هو في هذا المجال ديال اللغات، وفي هذا المجال ديال الرقمنه، وكذلك هذا المجال ديال المهارات الذاتيه والكفاءات الافقيه. كيف ما اشرت ليها قبيله، في هذا الاصلاح جوج الوحدات، وحده في اي اسدس كاينين سبعه الوحدات من الاس 1 حتى الاس 6، وفي هذه الوحدات واحده منهم على اللغات الفرنسيه والانجليزيه، وواحده اخرى هي هذه ديال القدرات والمهارات، مهارات القوه باش نجمعها، لي باور سكيلز اللي كنتكلموا عليها. ونمط جديد، نمط جديد اللي فيه جوج المزايا. اولا التولوت حضوري، والتولوتين على المنصات اللي احنا وجدناهم، ومنصات ديال اللغات، ومنصات ديال هذه المهارات هذه اللي احنا تنكونوا فيها الاساتذه باش يجاوبوا معاها. وكذلك ديال اللغات وديال مهارات القوه فيها جوج المزايا. اولا باش نتواجهوا مع العدد، لان راكم كتعرفوا تنقول ديما كون كانت عندنا شي سورينغ فيها اللغه وندخلها للعقل ونخرج وصافي رانا حليت المشكل، هذه نستعملوها. ولكن ما كايناش، خاص الانسان لابد ما يتعلم اللغه، ما يمكنش ندخلوها ليه لعقلو بزز، خاصو يخدم وخاصو يخدم بوحدو. هذه من جهه. من الجهه الثانيه المزايا ديال هاد التعلم بالتناوب، وهو عندنا واحد بغينا ندير واحد القطيعه مع التعلم ديال وليداتنا، ولفنا كنقولها بالفرنسيه كنقولوا ليها الكافاج، كنحفظوا. ودابا دخلنا في واحد المنطق جديد، اللي باش نكونوا راس مال البشري خصنا نمكنوا الانسان الا بغى يكون ممكن، هي خصو يعرف يمشي يقلب على لا فورماسيون، هو يمشي يتعلم بوحدو. بغينا ندخلوا هاد النمط ديال التدريس، نمط حضوري ونمط على المنصه، باش كل انسان ما حدو غادي كيتزاد في العمر، ما حدو هو كيعول على راسو وكيدخل لهاد المنصات. حنا كانت واحد التجربه كانت دارت في مراكش ملي كنت رئيس الجامعه، وهذه تجربه ناجحه. دونك حنا دابا دخلنا في هذا المسار، جميع الدول اللي ناجحين بالخصوص الانجلو ساكسونيين خرجوا من هذا النمط ديال الحفاظه والنمط ديال اسمحوا لي ديال الكافاج، دخلوا في هذا النمط ديال العمل الحضوري اللي كيخلي يسهل الامور ويجاوب على الاسئله ويتحاور مع الشباب في المدرج. ولكن كاينه واحد المرحله وكاينه واحد الوقت اللي خصو يدوزو في المنصه اللي خصو يتعلم فيه. واحسن تعليم هو في المنصه ديال اللغات، اللي كيبان
بان قد ما خدم وقد ما تعلم قد ما سمع قد ما عاود قد ما غادي ينجح في التعلم ديال اللغه ديالو. وهذا التكوين لاول مره فكرنا فيه على صعيد جميع الكليات ديال الاستقطاب المفتوح. وفي هذا السياق طلبنا من الجامعات باش يعملوا شعب تعلمات الافقيه بالمؤسسات الجامعيه لاول مره. هادشي كله كاين عند الدول الانجلوساكسونيه لاول مره في الاستقطاب المفتوح، ولاو عندنا شعاب خاصين غير بتعلم اللغات وكذلك تعلم ديال هاد الكفاءات وهاد اللي سميتها اغي كولتور سكيلز. ولكن هاد الشعاب غادي يتكلفوا حتى بالانشطه الموازيه، هما اللي غادي ينسقوا، هما اللي غادي يكونوا عندهم الفروق البيداغوجيه اللي غادي يقدروا يقولوا بان هذه غادي نعطيها نقطه، هذه غادي نعطيها نص نقطه في اخر سنه. وهاد النقط هادو اما غادي يساعدوا الشباب باش في الاخر ديال الاجازه ديالهم غادي يكونوا عندهم نقاط زايدين غادي يسهلوا عليهم باش ياخذوا الدبلوم ديالهم الا كانت خاصها شي حاجه. ولكن واخا ما تكونش خاصها شي حاجه غادي تكون عنده الملحق ديال الدبلوم ديالو بان عمل الرسم، عمل الموسيقى، عمل المسرح، جميع هاد الانشطه الموازيه اللي غادي يوليو الطالبات والطلبه يعملوهم، لان فيهم يعني فيهم تقييم. اللي جديد ايضا هو مراكز التمييز. شنو كان كيوقع؟ كان كيجيو الطالبات والطلبه كيجيو للجامعه، كيف ما قلت لكم ما تقبلش في الانسيجي، ما تقبلش في الانسا، ما تقبلش في الميديسين ونزيد. وملي كيجي للكليه كاينين اللي كيكون الهضر لان ما توافقاتش ليهم ولا ربما ما سايروش هذا الوضع. وكاينين اللي كينجحوا وكينجحوا بالدوغ ولا تياخذوا الباك بلس دو ديالهم. وبحال الامل ضعيف، حنا دابا خلقنا واحد المراكز ديال التمييز اللي غادي يكون فيها استقطاب من بعد عامين، يكون فيها هي استقطاب محدود، دونك عندهم امل اخر باش يدوزوا امتحان وباش يدخلوا لهاد المراكز ديال التمييز اللي يدوزوا فيها 3 سنين. اللي كيدخل المركز ديال التمييز ماشي باش يدير غير الاجازه ديكسيلونس، غادي يدير الاجازه والماستر، ما يبقاش سيليكسيون من بعد الاجازه، دخل من الاول. وهاد المراكز هاد التخصصات كاملين مبنية على 3 سنين، البرنامج البيداغوجي ديالها ماشي عام زائد عامين، هي على 3 سنين. غير العام الاول كينجح كنعطيو الليسانس، والعامين الاخرى كينجح كنعطيو الماستر. ولكن ملي كيدخل من بعد الدوغ عنده 3 سنين غادي يسالي فيها بحال اللي دخل لو ان سي جي وبحال اللي دخل لينسا، عنده 3 سنين وياخذ فيها المسار ديالو. ومن بالنسبه للمقاعد، بالنسبه لي سيونس هيومانيو سوسيال بحال الدروا بحال اللاتر عندهم من 300 حتى ل 400 مقعد لكل كليه. وبالنسبه للي سيونس اكزاكت من 100 حتى ل 200 مقعد. هادشي كله على حسب الطاقه الاستيعابيه ديال الكليات وديال الجامعات. هاد المفهوم هو في الحقيقه بقيت يخلي تكون واحد الجسور اللي تكون مرنه ما بين المسارات والمؤسسات. عملنا اليوم 63 مركز للتمييز اللي دابا راه كاين الانتقاء اللي كاين دابا جميع الجامعات، واللي فيهم 113 المسلك على الصعيد الوطني. كيف كتشوفوا الخريطه المغربيه جميع المؤسسات الاستقطاب المفتوح كلهم عندهم مسارات ديال التمييز، كاين اللي عنده جوج، كاين اللي عنده اربعه، كاين اللي عنده ثلاثه، باش نقويو من هاد التمييز اللي كاين. لانكم كتعرفوا بعض المرات انا كنقول عندنا شباب بعض المرات تيكون ديازل بحال بزاف من هنايا، ما حدو كيكبر هو كيسخن هو كيولي مزيان. خصنا نعطيوه فرصه باش يكمل المسار المهني ديالو والمسار التكوين ديالو. حنا عارفين بان بعض المرات البكالوريا كتجي فواحد الظروف ديال المراهقه، وكتجي فواحد الظروف اللي ربما الشباب ما منتبهش لهذا الشيء. ولكن ما حدو كيكبر وما حدو كيعرف شنو باغي والمناعه ديالو كتكبر. خصنا يكون عندنا
الدول اللي نجحوا هما هاد الدول هادو اللي كيعطيو اللي كيعطيو هاد لي زورينتاسيون وهاد لي باسخيل تيكونوا كثار هما اللي كينجحوا. انا كنقول ديما الرأسمال البشري راه ماشي انسان ملي كيخسر في الحياه الدراسيه ديالو راه ما خسرش غير نفسه والعائله ديالو، خسر الوطن، خسر المجتمع ككل. خصنا نقويو من هاد الفرص، وحنا جايين هاد السنه المقبله باش ندير واحد تحدي اخر بالنسبه للاستقطاب المحدود، باش حتى هو نقويو من هاد لي باسريل باش يولي خلط ما بين الاستقطاب المحدود والمفتوح، لان اللي عنده القدره باش يتبع في المحدود غادي يدخل ليه. ولكن اليوم حنا ردوا الهيبه للكليه والجامعه ككل، ولكن بالخصوص الكليات استقطاب المفتوح. كيف ما كتشوفوا ايضا 66 تقريبا 67 الف يعني الترشيح اللي كاين اليوم على الصعيد ديال المنصات ديال الجامعات كاملين، وعندنا تقريبا 18 الف مقعد اللي كتعطيه جميع الجامعات. عطي غير امثله، هي في حقيقه جميع المراكز ديال التمييز ديال الجامعات المغربيه اليوم عندها واحد الاقبال حتى حنا ما كناش كنتصوروه. نعطيكم غير أكدال بيزنس سكول اللي راه دابا فيها الانتقاء 8300 ترشيح ل 400 مقعد. هذه غير وغادي تلقاو في بنوزور، غادي تلقاو في قنيطره، غادي تلقاو في مكناس، تلقاو في وجده، هاد الاعداد كلها والدار البيضاء تلقاو هاد الاعداد كلها تقريبا بحال هكذا. هذا هو التصور باش نعطيو فرصه جديده، انا ما كنسميهاش دوزيام شونس، فرصه جديده، لان واحد الوقت الطالبات والطلبه بغاو يدخلوا لشي ميدان باش يكون معترف به اكثر من الاخرين. العرض التكويني ديال السلك الاجازه اليوم عندنا 570 كانت 570 مسلك ديال اللي كانت عندنا في 2022 2023، وهذه السنه غادي تولي اكثر من 1037 مسلك اللي فيه 924 اجازه جديده و113 مسار تميز. هاد العرض اللي بغيت نشكر عليه جميع رؤساء الجامعات وجميع العمداء وكذلك رؤساء الشعاب والاساتذه الباحثين والاداريين، لان ما سهلاش، لان قلنا في السنه اللي فايته وخدمنا عليها تقريبا دي عامين، قلنا غادي نحطوا ورقه بيضاء وغادي نعاودوا التفكير في البرامج ديالنا، لان البرامج البيداغوجيه اللي كانت 20 عام و30 عام هذه رحنا عارفين ما بقاتش صالحه. على الاقل الرقمنه ولات شي حاجه كبيره، وكاينين في بعض الميادين ماشي غير الرقمنه، التكنولوجيا تبدلات، التدريس ديال اللغات ما بقاش هو اللي كان من قبل، ما كناش كنديروه بعدا كاع في الجامعات، كنا عندنا دوك لي تكنيك ديكسبرسيون اي دو كومونيكاسيون، ولكن ماشي متوجهين للغات. حنا عارفين النقص الكبير اللي عندنا اليوم عند الشباب ديالنا، ماشي غير حنا، في الدول كلها اللي مجاورانا المشكل الكبير هو هذا، مشكل اللغات ومشكل ديال هاد لو سافوار اتر لو سافوار فيفر، وهاد المناعه اللي حنا كنتكلموا عليها اللي اليوم ولينا كنشوفوا الاساس ديالها. هذا العرض كله حاولنا باش نتجاوبوا مع متطلبات سوق الشغل والفاعلين السوسيو الاقتصاديين والمجتمع المدني، وما دولاش كنا بنينا هذوك لي زاسيز، لان كان عندنا هاد اللقاءات الجهويه وكانوا فيها مخرجات، وهذوك المخرجات هو علاش بنينا، وكاينين مخرجات اللي كيجيو من لي لابوغاتوار وكيجيو لان الجامعه ماشي هي غير مشتل باش نخرجوا الناس يمشيو يخدموا، لا، الجامعه كيبقى عندها الدور ديالها ديال انتاج العلم وتقاسمو. خصنا الدور ديال الجامعه ما كيبقاش غير في كيفاش يتجاوب مع سوق الشغل، لانكم كتعرفوا بعض المرات سوق الشغل راه حتى هو عنده يعني تحديات ديالو، وراكم كتسمعوا ربما في الدول الاوروبيه ولا في الدول الغربيه بالخصوص والامريكيه ملي كنتكلموا على لو طو شوماز زيرو هي 5%، ماشي زعما كلشي خدام، هي 5%. هذاك التناوب هو اللي كيخلي دوك ال 5% يدخلوا و 5% يخرجوا،
وغادي بحال هكذا. الجامعه عندها دور كبير لان خاصها تجاوب مع التحديات وتواكب هذا التحول السوسيو اقتصادي، لان المجتمع ديالنا محتاج بالجامعه ومحتاج بالرأسمال البشري، ولكن الجامعه ايضا عندها دور ديال انتاج العلم والتقاسم. وكاين بعض المرات شباب اللي كيجي للجامعه كيقول لك انا ما باغيش، انا باغي غير نتفقه. تنظر بان الدور ديال الجامعه خصو يبقى، ولكن هذا ما تيمنعش، لان الا لاحظتوا التاريخ ديال الجامعه اللي كنسميها جامعه 1.0 ما كناش كنطلبوا منها هادشي، كنا كنطلبوا منها غير نتقاسموا العلم. دابا ما حد الجامعه تطورات ولا من الاساس باش تجاوب مع المشاكل ديال المجتمع اللي فيها. كاين ايضا الجديد وهو اللي تكلمنا عليها في السنه الفايته، هو تمكين الطلبه من مهن الرقمنه. هي اليوم التوجه العالمي هو ما يكونوش شباب متخصص غير في تخصص واحد، لان عارفين بان هاد التحولات الكبيره اللي كاينه كتطلب منا نكونوا الشباب ديالنا اللي يكون عندهم تكوين مزدوج ولا ثلاثي ولا رباعي، لان عارفين بان تحولات كبيره. ها كتشوفوا دابا غير في الطاقه التحولات اللي كاينه، تحولات ديال الماء، تحولات ديال الرقمنه اللي جايه اللي كاينه اليوم اللي حنا كنعيشوها، كل نهار كاينه شي حاجه جديده. هذا هو الغرض. ولكن اليوم الرقمنه ولات من 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 الاساس ديال التحول اللي كاين في جميع الدول. قد ما كان الانسان مرقمن قد ما غادي يقدر يواجه شي تحولات، هاد التحولات اللي كاينه كبيره. واليوم الاهداف اللي حنا نسميها لومبيسيون اللي عندنا هي 100,000 من هنا ل 2026 اللي تكون عندهم اشهاد في هذا الشيء تاع الرقمنه. اليوم غادي نحلوا في هاد سبتمبر واكتوبر ان شاء الله جوج مراكز كود 212 باش نشرح المفهوم ديال كود 212. ربما راكم سمعتوا بايكول 42 اللي كاينه في فرنسا، وسمعتوا بليكول 1337 اللي كاينه عندنا في المغرب اللي دارتها لو سي بي. 1337 كيدخلوا ليها الناس ماشي كيقراو، ناس تيجي كيف ما كان ما يكون عنده حتى شي ديبلوم وكيدخل وكيتعلم باش يكون عنده اشهاد في شي تخصص ديال الديجيتال. حنا لو كود 212 الفرق بينهم سي كو الكود 212 خاص بالطالبات والطلبه، غادي يخرج من المدرج وكيبغي يدير رقمنه غادي يكون مسجل وعنده البادج ديالو يمشي يدخل ويختار اشنو هو الاشهاد اللي بغى يدير فيه، اشهاد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، باش ملي غادي يسالي الليسانس ديالو ديال في المثال الليسانس ديال التاريخ ولا ديال الليسانس ديال الفيزيك، وهو عمل هاد الاشهاد ديال اوراكل ولا ديال اي بي ام ولا ديال مايكروسوفت، وغادي يزيدو في الدبلوم ديالو. حتى هو الملحق غادي يزيد بان ما غاديش يقول انا كنعرف ندير وورد وباوربوينت، غير كيكتبها كيكتب يقول لك انا عندي 2+, 3+, 4+. داكشي كله عارفين بان في المحيط السوسيو اقتصادي ما كيعترفوش به. ملي غادي يقول له عندي الاشهاد الكلام سهل، لان عارفين اشنا هو الاشهاد لا بالنسبه لهاد التخصص اللي دار. هذا زايد على الدراسه ديالو، ماشي داخل فيها. حنا كنعطيو الوسائل. ربما الا تبعتو كاينه واحد ليكول اللي خدمات في هذا الشيء كثير، هي لينسام ديال كازابلانكا، اللي عملوا فيها والشباب ديالهم كيخرج بعض المرات باربعه خمسه ديال الاشهاد اللي كيديرها في الدوسي ديالو، واغلبيه الاحيان يقدر يخدم غير بهذا الاشهاد، لان راكم عارفين الطلب ديال سوق الشغل في هذه الميادين ديال الرقمنه. دونك اليوم اكادير وقنيطره غادي يحلوا في الاسابيع المقبله، والاخرين ها هما غادي يحلوا. اللي بغينا هو كود 212 في كل جامعه، ربما اكثر من واحد كود 212، لان كاين بعض المرات يكون عندنا واحد الاقطاب جامعيه. حنا بغينا شي لو كود 212 يكونوا وسط الكليات، باش اللي سالى الدروس ديالو وعندو الوقت يجي يدخل. اللي تنتمناه هو تكون محلوله 24 ساعه على 24 ساعه، ولكن غادي نبداو على الاقل حتى ل 12 الليل ولا حتى ل 11 الليل. لكم عارفين الوسائل ديال النقل وداك الشيء خصنا تاول نتعاونوا فيه مع جميع الجهات باش يخليو الشباب ديالنا يبقى يعمل ويتعلم في الليل.
التطوير ديال الخدمات المقدمه لفائده الطلبه الاجانب، راكم كشفتوا ربما الى تبعتوا هذا الشيء تاع لي زانسكريبسيون، جميع الجامعات وجميع الكليات عملوا واحد الدوره ديال 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 لي زانسكريبسيون، دونك تيخرج بلا كارت لا كارت ايتوديون ديالو، كيخرج ب لا بيوس 4G ديال الانوي باش يكون عنده باش يدخل المنصات فين ما كان. هذه دابا حنا فرقنا لهاد الجدد وغادي نعطيو لجميع الطلبه 1,300,000 طالبه وطالب اللي غادي تكون عندهم هاد لا كارت بيوس ديال لا 4G باش ما يبقاش المشكل ديال دخول المنصات الانترنت اللي خاصه غير بالمنصات ديال الجامعه اللي يدخل ليها من اي مكان باش يتعلم وباش يقرا اللغات باش يقرا المهارات وربما باش يقرا دروس اخرى اللي تيستعملوا فيها الا كنتو كتبعوا موديل اللي هي لا بلاتفورم اللي غادي يستعملوها جميع الطالبات والطلبه. ودرنا ايضا مكاتب ديال الاستقبال ديال الطالب الدولي وكذلك بالنسبه للطالبات والطلبه في وضعيه اعاقه باش نتعاونوا في الدخول الجامعي باش نتكلفوا بجميع الطلبه ديالنا. كاينه ايضا الحركيه الطلابيه كيف ما شفتوا في المرسوم اللي داز قبل اللي داز في جويي في جويي ولا في جوان ما بقيتش عقلت، اللي بغينا تكون واحد الحركيه. اليوم كنتكلموا بزاف على الحركيه الدوليه ولكن ما تتكلموش على الحركيه الوطنيه. لاول مره غادي ندخلوا واحد الحركيه وطنيه، طالبه وطالب اللي كيقرا في طنجه يقدر يمشي يدوز اسدوس في الداخله ولا في العيون ولا في وجده. هاد الاسدوس كاع الوحدات اللي غادي يربحها غادي يجيبها وتحسب له في المسار ديالو، وحنا اللي بغينا هو اللي غادي يربح وهو غادي يعيش في مدينه اخرى وفي جامعه اخرى وغادي يتعارف مع على 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 ثقافه اخرى ولا يعني ربما على شباب اخرين باش يعيش هاد الظرفيه ديال 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 التعليم العالي. وكاينه كذلك الحركيه ديال الدكاتره من الجيل الجديد اللي غادي نتكلم عليها حتى هي، اللي تنتمنى هو نديروا تجربه الى نجحات خصنا نقويوها. اليوم مشينا على 1000 حركيه وطنيه وعندنا تقريبا اكثر من 1200 حركيه دوليه، بغينا نوسعوا هاد النطاق ديال الحركيات اللي غادي تخلي الطلبه ديالنا يستافدوا. كتعرفوا الاهميه ديال اسدوس ديال الحركيه بالنسبه للشباب ديال 20 و 22 عام، اللي شي حاجه اللي كتكون ماشي حركيه ديال انسان ديال 60 عام ولا ديال 50 عام، ماشي بحال هاد الحركيه في هذا الوقت، هذا حركيه اللي ربما كتنفع الانسان طول حياته. تخيلوا معايا شاب ولا شابه من وضع هش، عطيناه هذه الفرصه هذه باش يمشي يدوز حركيه في الانجليز ولا حركيه في الطاليان ويرجع بلغه هذه ما تعوضش نهائيا، لان في هذه الظرفيه هذه راكم شفتوا الحركيه كيفاش نجحت بالنسبه للدول الاوروبيه وكذلك الدول الامريكيه. هذا هو السياق، لان حتى في الدول الغربيه الحركيه الوطنيه ما معمولاش بهذه الطريقه هذه. حنا هاد التجربه هادي بغيناها تكون ناجحه ان شاء الله باش نقوي منها. بالنسبه للسكن الجامعي، اليوم عندنا تقريبا افتتاح ديال 5500 سرير جداد اللي عملنا لهم المجهودات الكبيره باش نحلوهم، قنيطره تازه عقلش على كل شيء اللي بغينا نقويو منهم. عندنا مشكل ديال الاحياء الجامعيه، حنا درنا واحد البرنامج حكومي اللي تنتمناو ان شاء الله نوجدوا 300,000 سرير من 2030، وبغينا نخدموا معنا الخواص باش هما يستثمروا ولكن يحلوا لنا هذا المشكل. كتعرفوا الاهميه ديال العيشه في الاقطاب الجامعيه والعيشه في الظرفيه ديال الجامعه اللي تيكونوا فيها واحد الخلط وتيكون فيها هاد الانشطه الموازيه وهاد يعني كاين شي حوايج ما كنعرفوش نقراوهم ما كنعرفوش نتعلموهم في الجامعه، كاين شي حوايج كنتعلموهم في الحياه العاديه باش يمشي غير من
من الدار ديالو ويمشي للجامعه وخايد طوبيس وخايد وخايد ترامواي. هذا راه من المشاكل اللي ربما كتساعد الشباب باش حتى هو تكون عنده المناعه الكافيه. وهذه التجارب الشخصيه اللي تكون مهمه. بالنسبه لعدد الطلبه المستفيدين من التامين الاجباري الاساسي، اليوم حنا دزنا ل 600,000. هذا التسجيل ديال الطالبات والطلبه اللي درنا له هذا التسجيل ملزم باش يدوزوا على 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 لو على هاد لي ستوند ديال الانسكريبسيون في التامين. طلعنا على 600,000. تنتمنوا ان شاء الله بان الشباب الاخرين اللي مازال منخرطينش يجيو في الوقت ديال 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 الدراسه. وفتحنا كذلك ثلاث مراكز جامعيه صحيه جامعيه جديده، وانشاء خلايا الاستماع والدعم النفسي داخل المؤسسات، لان فهمنا بان هذا الموضوع هذا موضوع حساس وخصنا نتعاملوا معه ونتكلفوا به، لان ولا مرغوم عليه. بالنسبه للانشطه الموازيه، كيف ما تكلمت قبيله على ملي كيدوزوا في جميع التسجيل الفتره ديال التسجيل ديال الطالبات والطلبه، كاين تيكونوا دي ستوند اللي تيجي باش ياخذ فيهم لاكارت ديتوديون ديالو، كاين دي ستوند ديال التامين الاجباري، وكاين دي ستوند باش ياخذ لا بوس 4 جي، وكاين ان ستوند اللي مكلفين به الطالبات والطلبه ديال لي كلوب وديال لي اسوسياسيون اللي تيدوزوا باش يتقيدوا. انا بغيت ندير تياتر، انا بغيت ندير الموسيقى، دونك كيتقيدوا باش من بعد يكون عندهم تواصل مع جميع لي كلوب، وكذلك ينخرطوا في هذه الانشطه الموازيه اللي غادي تدخل في هذه السنه المقبله. وكاين الموضوع اخر اللي توا بغيت نتكلم عليه هو اللي دخشي، لان بدينا هذا البرنامج بدينا باش نقويو من القدرات النسائيه ديال الطالبات والطلبه. وحنا بدينا كذلك بالنسبه للاساتذه النساء والاداريات والتقنيات اللي حتى هما بدينا لهم واحد التكوين، باش يكون عندنا واحد التكوين سنوي مخطط سنوي باش نواكبوا التحدي الكبير ديال الثقه في النفس وديال لو ليدرشيب وديال التكوين المستمر بالنسبه للفتيات ديالنا وبالنسبه للنساء ديال التعليم العالي ككل. انا تكلمت على تسجيل الطريقه ديال التسجيل اللي فيها تسجيل ديال الانشطه الموازيه، البريد الالكتروني، اي طالب وطالبه دازوا تسجلوا كياخذ البطاقه ديال السيم وكياخذ البريد الالكتروني ديالو، لانه هو باش غادي يدخل المنصات وهو باش غادي يولي يتجاوب مع جميع. الا خصها غير اون اتيستاسيون خصو يدخل بسميتو بالميل ديالو ويدخل المنصه باش يطلبها. وكذلك الاستقبال والتوجيه على العرض التكويني اللي كانوا واحد يعني دي زونفي تياتر لي ريزيرفي باش يشرحوا للشباب شنو هو الاصلاح وشنو هما الاجازات اللي اليوم مبروبوزي عليهم. كذلك بالنسبه للتكوين ديال البحث العلمي، كيف ما عرفتوا ولات هندسه جديده ديال الدكتوراه اللي كتعتمد على نظام الارصده. كذلك ماشي غير نجي نتقيد في الدكتوراه ونمشي ونرجع 3 سنين من بعد باش نشوف كيفاش ندوز لا سوتونس ديالي، سي تيرميني. كاين مسار 3 سنين غادي يكونوا فيها دروس ديال اللغات مرغوم الالزاميه ديال اللغات الانجليزيه والفرنسيه باش يدير لا سوتونس دو تيز. وكذلك هذه الارصده القياسيه حتى هي بحال الاجازه فيها 180 نقطه، حتى هذه حتى هي فيها 180 نقطه، فيها البحث العلمي اللي فيه 150 لانه هو الاساس، وفيه وحدات ديال التخصص اللي تكوينيه مرتبطه بالموضوع ديال الاطروحه وديال البحث العلمي. وكذلك اللغات والرقمنه والاشهاد، لان الانسان ملي كياخذ دكتوراه يقدر يولي استاذ جامعي عنده تكوينات، لان كنقولوا بان استاذ غادي يكون كوتش، لان غادي يكون
يعني خبير ولكن غادي يعرف يتجاوب مع المشاكل ديال الطلبه، وكاين بعض المرات يقدر يمص الغضب ديالهم لانه مكون، والمهارات ديال القوه اللي فيها في المثال تاريخ العلوم، على الاقل تكون واحد الثقافه يعني ديال الدكتور، والمدخل ديال الذكاء الاصطناعي اللي اليوم مرغوم. راه كيف ما عرفتوا بان عندنا واحد الوحده صغيره داخله في الوحده ديال لي ديجيتال سكيلز اللي هي غادي تكون متخصصه بالذكاء الاصطناعي، كيفاش نستعملوا تشات جي بي تي، كيفاش نستعملوا حتى هذوك الاخرين من غير تشات جي بي تي، كيفاش نستعملوهم وكيفاش نستافدوا منهم وما نعملوهمش غير لان بعض المرات راكم كتعرفوا الا كتستعملوا تشات جي بي تي كيخرج لكم بعض المرات شي فعيل اللي ربما الا ما كنتوش متخصصين تقدروا ديروا شي خطا. وكذلك هاد 196 تكوين معتمد بسلك الدكتوراه، و 41 تكوين اللي جايه في قيد الاعتماد، واللي من اللي مطلوب بالنسبه لهاد الضوابط هادي، اولا جوده البحث والتكوين والاخلاقيات والشفافيه لان فيها حتى هي دروس في هاد السياق، والانفتاح الدولي لان طلقنا واحد البرنامج ديال 1000 دكتور جديد اللي غادي تكون عندهم واحد المنحه ديال 7000 درهم في الشهر، ولكن يعني منحه غادي يخدم من الصباح حتى العشيه في الجامعه، وغادي يدي واحد ربعات السوايع ديال التدريس وديال ديال الاعمال التطبيقيه وديال المواكبه بالنسبه للطلبه اللي تنسميوهم دي دكتور مونيتور. دونك عنده ربعات السوايع اللي قريها في الاسبوع بحال ما درنا في التربيه سميتو الاجازه ديال التربيه، باش يكون عندهم باش يدخلوا شويه في التعليم العالي، ولكن بغينا على الاقل واحد 1000 دكتوراه في العام اللي مكونه احسن تكوين وعندها من الصباح حتى العشيه. هذا ما كيعنيش بان ما غيبقاوش الدكاتره اللي خدامين ولا دكاتره، هادو 1000 اللي غاديين نديروا لهم اللي غادي ندير لهم الانتقاء اللي يعملوا من الصباح حتى العشيه. العمل ديالهم هو البحث العلمي وهاد ربعه السوايع ديال التدريس في الاسبوع، وعندهم حركيه الزاميه باش يدوز على الاقل عام في شي دوله باش يدير لو كونكادرومون ولا لو كوتوتيل. بغينا يكون عندنا واحد الجيل جديد بحال هذاك الجيل اللي دخلناه في واحد الوقت في السبعينات والثمانينات والتسعينات اللي كان خرج على برا ودخل. كتعرفوا البحث العلمي عنده خاصيه لان خص يكون فيه واحد الاندماج على الصعيد الدولي، هو اللي بغينا يكون. دونك 1000 اللي غادي يدخلوا في هاد سبتمبر هذا، اللي تنتمناو ان شاء الله يكون عنده حتى هو اقبال بحال ما كان هذا الاقبال اللي عندنا في اجازه ديال التربيه، وكذلك في هاد المراكز ديال التمييز، وفيهم جميع الاولويات ديال بلادنا، لا الماء، الطاقه، كذلك التغيير اللي كاين هو عندنا بالنسبه للمعاهد ديال البحث العلمي. اليوم عندنا الحمد لله اساتذه باحثين الطراز العالمي اللي عندنا، ولكن الا نعطي غير مثال ديال القضيه ديال الماء والقضيه ديال الطاقه، تشوفوا الماء عندنا اساتذه باحثين يعني اللي عندهم واحد الكفاءه كبيره، ولكن غادي تلقى جوج ولا ثلاثه في قنيطره، ثلاثه ولا اربعه في وجده، في مراكش. بغينا نديروا معاهد وطنيه اللي غادي تجمع جميع هاد الاساتذه، كل واحد غيبقى في بلاصتو ولكن معروفين بهذا المعهد الوطني ديال الماء، هو هذا اللي غادي يخرج في هذه الاسابيع المقبله. وكاين الذكاء الاصطناعي، كاين البيوتكنولوجي، وكاين هادشي تاع الجيولوجي، وكاين لي سيونس هيومان سوسيال. كتعرفوا التحديات اللي عندنا اليوم بالنسبه للعلوم الانسانيه اللي احنا محتاجين بها، السوسيولوجي، السيكولوجي، الفيلوسوفي. عندنا اليوم خاصنا نقويو من العدد ديال المفكرين، لان هاد التحديات اللي كاينه اليوم في بلادنا احنا محتاجين مفكرين اللي غادي
اللي غادي يفكروا اللي غادي ينتجوا العلم بالنسبه يعني للحضاره ديالنا. هادشي جميع الدول اللي نجحت في التحديات الكبرى هي تتكون مفكرين اللي ما غاديش نجبد الاسماء ديال الدول، ولكن اليوم راكم كتعرفوا النقاش اللي كاين على الاقل على الذكاء الاصطناعي خاصنا نكونوا حاضرين فيه بقوه الا بغينا ندافعوا على الثقافه ديالنا ولا بغينا ندافعوا على الحضاره ديالنا. فهاد المعاهد بغينا نرسخوا هاد الترسيخ الترابي على الامكانيات. الماء غادي يكون على ما في اكادير، وكاينين الذكاء الاصطناعي غادي يكون في ربما في فاس ولا في الرباط، حنا مازالين في نقاش، مي خصنا هاد لي انستيتو ان شاء الله من الاخر ديال 2024 و2025 تكون عندنا على الاقل 10 المعاهد اللي شاده هاد المواضيع الكبرى والاولويات الكبرى ديال بلادنا، باش فيما بغينا نتعاملوا على شي مشكل عارفين بان هاد الانستيتو هو اللي مكلف به، وهو اللي غادي يكون عنده التجاوب مع جميع الوزارات ومع جميع يعني مع جميع الجامعات. التعبئه ديال الكفاءه المغربيه بالخارج، ملي درنا هذيك اللقاء ديال الجهه 13، حاولنا باش نعملوا دابا راه في التوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو باش نراجعوا هذا النظام ديال فينكم، لان هذا فينكم كان ديور باش نشجعوا هذه الحركيه ديال الاساتذه الباحثين مغاربه العالم. هو دابا راه في طور، يعني حنا متقدمين فيه مع وزاره الخارجيه مع جميع الوزارات، السيد رئيس الحكومه هو اللي كيشرف عليه. وكاين كذلك الجاذبيه ديال الاساتذه الباحثين المغاربه خارج الوطن، اللي دابا غيرنا من النظام الاساسي، راكم تبعتوه في الشهور القليله الماضيه، اللي دابا كيسمح باش استاذ جامعي اللي كان كيخدم في شي دوله يقدر يجي ويدخل، ولكن ما غيعاودش من الاول، غادي يدخل في واحد النيفو اللي هو كيلائم النيفو اللي كان عنده من قبل. وبالنسبه للترتيب والتصنيف العالمي ديال الجامعات، اليوم عندنا خلايا ديال انشاء خلايا في الجامعات، وباش نرقمنوا هذا الانتاج ونجمعوه ونديروا واحد الفهرسه ديالو باش يتجمع، لان بعض المرات كاين عندنا بزاف ديال الاساتذه الباحثين اللي ربما كل واحد ملي كيدير بوبليكاسيون كيدير لينس وكينسى يدير الجامعه ولا كي. دونك هذا عمل اللي خصنا نخدموا عليه. مدن الابتكار، اليوم عندنا 6 المدن، وبغينا نعموا اي كل جامعه تكون عندها مدينه الابتكار اللي فيها نحتضنوا جميع المشاريع ديال الابتكار، وكذلك العلاقات مع المحيط السوسيو اقتصادي بالخصوص في لا ريشيرش ديفلوبمون اللي حتى هي غادي في هذا الالف الدكتور من جيل جديد غادي نخصوا منه واحد العدد اللي غادي يديروا مع الشركات هاد لا ريشيرش ديفلوبمون، باش نقويو من يعني من اللقاءات ونقويو من التواصل ما بين الجامعه والمحيط السوسيو اقتصادي بالخصوص في البحث العلمي اللي اليوم ولا مطلوب في جميع الميادين، لا في الاوتوموبيل ولا في الايرونوتيك ولا في الماء ولا في الطاقه. تنظن بلادنا فاتت ديك المرحله اللي ربما يجيو اصحاب الاوتوموبيل يديروا شركه باش يركبوا سيارات، اليوم خصنا المرحله الثانيه هي هذه اللي حنا فيها دابا، باش يكون واحد لا ريشيرش ديفلوبمون باش تولي المنتوج يولي منتوج مغربي. وكذلك بالنسبه لراكم تبعتوا النصوص اللي دازت واللي تنشرات بالجريده الرسميه اللي بالنسبه للتغيير وتتميم المرسوم اللي تيتكلف بالاسلاك والدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنيه، بالنسبه للنظام الاساسي الخاص بهيئه الاساتذه الباحثين، كذلك بالنسبه للهيئه المشتركه بين الوزارات الاساتذه الباحثين ديال الوزارات الاخرين، وكذلك القضيه ديال المنح، لان ولات عندنا دابا لا اي ريسو باش يكون السجل الوطني اللي غادي يكون يحسم في هذه القضيه ديال المنح. وهذه المراسم كلها
اللي بغيت نشكر عليها رئيس الحكومة، ونشكر جميع المتدخلين، لأن حاولنا نجاوبوا مع هاد الإصلاح، وحاولنا نجاوبوا مع هاد التحديات اللي كاينة اليوم. وفي السنة اللي جاية دابا إن شاء الله، ربما في نوفمبر ولا ديسمبر، غادي نبداو النقاش على لالوا 0100 اللي غادي نشاركوها مع جميع المتدخلين، باش يكون عندنا من هنا إن شاء الله الاخر ديال 2024 يكون عندنا واحد النظام جامعي وبيداغوجي اللي كيكون في حسن الظن ديال التوجيهات ديال سيدنا لانسرو. لان هاد التحديات اللي كاينه اليوم، اللي كاينه في العالم كامل، ماشي شي اللي كنديروا راه ماشي بوحدنا، يا اما غادي نمشيو ليها يعني بواحد السرعه، يا اما غادي نتعطلوا عاوتاني. لان اليوم كاين واحد التحركات كبيره على الصعيد العالمي، وكاين هذا الانتقال الرقمي اللي ربما يكون عندنا لقاءات اخرين في الشهور المقبله ان شاء الله، باش نعطيكم واحد يعني هذه المنصات الجديده وهذا الشيء اللي كنعملوا في الرقمنه. اللي بغينا اليوم هو هذا السمارت فون هذا اللي عند جميع الشباب، فين يلقى كل شيء، يلقى الدروس ديالو، يلقى لومبلوا دو طون ديالو، يلقى كل شيء. ان شاء الله غادي تكون واحد لابليكاسيون اللي غادي تخرج في ربما في اكتوبر ماكسيموم، اللي على الاقل بعدا يولي واحد التجاوب. هذوك لي نوتيفيكاسيون فيسبوك غادي توليو دي نوتيفيكاسيون ديال لومبلوا دو طون، ديال ليكزامان راه سالا، ليكزامان راه النقط طاحوا، باش يكون واحد التحول رقمي. لان هاد الشباب اللي عندنا اليوم راه مرقمن، خصنا غير نعطيوه الفرص باش يتقدم. تبعتوا الحوار الاجتماعي اللي بتوجيهات ديال سيدنا، باش يكون واحد النقاش في السياق ديال النظام الاساسي اللي تفاهمنا عليه. ما تفاهمناش غير النظام الاساسي، تفاهمنا على الاصلاح البيداغوجي، وتفاهمنا على هذا القانون 0100، تناقشنا وتفاهمنا على جميع التحولات، باش يكون عندنا تصور على المدى البعيد. وكذلك النظام الاساسي الخاص بالنسبه للاداريين والتقنيين، احنا كنعملوا فيه باش حتى هو ان شاء الله نمشيو فيه كيف ما درنا. عندنا واحد المخطط ايضا ديال التكوين المستمر. المشكل اللي عندنا اليوم وهو الجامعه غادي تتغير. دابا اليوم راه بدات في جميع الدول الغربيه هي جامعات مدى الحياه، وحتى احنا من الداخل ديال الجامعه خص تكون عندنا يعني الجامعه مدى الحياه الداخل ديالنا، وخصنا نعطيوها للناس اللي ربما كيجيو كيقراو وكيمشيو. مشى داك الزمان اللي كنجي ناخذ ديبلوم ونمشي نخدم وصافي مشيت، تنظن بان غادي نجيو ناخذ ديبلوم ولا غادي ناخذ اشهاد وغادي نمشيو نخدموا وغادي نرجعوا. حتى نتوما الصحفيات والصحفيين لا بد ما غادي ترجعوا للجامعه، واخا تاخذوا غير سيرتيفيكا وتمشيو. لان هذا التحول اليوم ولا تحول كبير. سمحوا لي نتكلم غير على تشات جي بي تي، غير تشات جي بي تي ربما غادي يغير بزاف الامور، غير لكم خلي المترجمين وخلي جميع الميادين، كيفاش نتعاملوا مع هاد التحدي ونردوهم فرص. هي في الحقيقه راه كل التحديات كلها في الحقيقه الى حاولنا نستغناها، الى بقينا غير كنبكيو مع بعضياتنا راه غادي يبقاو كله تحدي ونموتوا معاه. ولكن خصنا ناخذوه كفرص، وفيها يكون التغيير. ربما التغيير كيكون صعيب، ولكن خصنا نجاوبوا معه. شكرا.